بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندنا حدث جديد في لوردس موبايل في قسم الأخبار تحت مسمى عجلة الحظ. عادة الأحداث هذه ما تعطينا حاجة مجانا، لكن المرة هذه أعطونا محاولة واحدة مجانا، فحاولوا أنكم تستغلون الفرصة. ومدة الحدث يومين فقط، نضغط على انتقال. بمجرد دخولك للحدث راح تحصل على 5 نقاط مجانية. وننتقل لهذه الجوائز، والقوانين ونضغط على المحاولة المجانية ونشوف حظنا مع الجوائز هذه. حصلنا على صناديق الصخور المشتعلة، ومدة الحدث يومين تقريبا، فحاولوا تستغلون الفرصة وتجربون حظكم. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.